شي تساؤلات او غموض او لبس او اي؟ منذ 4 سنوات حيث تم اشراك الطلبة الدكاترة المنتمين لجميع الجامعات الوطنية اشراكهم في جميع الأنشطة التي نظمت في أكاديميات المملكة المغربية. نقلوا بعد محطتي تقييم لهذه المشاركة، تم اقتراح على السيد وزير المكلف بالتعليم العالي والسيدة والسادة رؤساء الجامعات والسيدات والسادة مديري مراكز الدكتوراه في الجامعات الوطنية، تم اقتراح تطوير هذا المشروع لما له من أهمية قصوى على البحث العلمي وتنميته وتكويني الأجيال الصاعدة، ولا سيما في مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والأدب. هذا هو الفحوذ الموضوع. طلب الباحثين كما قلت لك يهم أولا هذه المجالات ديال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. الآن نطالب الطالب قبل أن يناقش أطروحته بطبعي أو نشر مقالتين له في مجلات محكمة. المجلات المحكمة متوفرة بالنسبة للطلبة الدكاترة الذين يهيئون أعمالهم في العلوم الحقة. هذا الشيء ليس موجود بالنسبة للطلبة المسجلين في العلوم الإنسانية والاجتماعية. لذا بإعاز من السيد أمين السر الدائم اقترحت أكاديمية المملكة المغربية اقترحت إحداث مجلة بلجنة علمية محكمة للمساهمة أو لمساعدة هؤلاء الطلبة في طبع أعمالهم. طبعا هذه الأعمال ستنشر بعد عرضها على لجان علمية تتكون من أساتذة مرموقين من داخل المغرب ومن خارجه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.